كنت مع ديك تفرقيعه طاحت هاد الجهه ديال الدار هادي اللي حنا قبالتنا طاحت هذيك الجهه اللي فقت من سميتو وقفت كنشوف ما لقيتش المرح ديال الدار ما كاينش بقى يد بالبيت والدروج ما كاينينش منين هو حتى هما رابوا بقيت معلق في فوق في الدار هي هذيك ما بقيت معلق اش غادي ندير ما لقيت ما ندير كنطن من الشرجم تيبان لي الدرب عامر بالناس كيقول لي عندك تنقص من الشرجم عندك تنقص من هاد الجهه قلت لهم لا راه ما غندير والو غادي نجلس هنا في الدار حتى يدير الله ما دار شاهدت وجلست الله كنتسنى غير بلافو يطيح ليا شحال من واحد كان في هاد الدار؟ السكان لا البارح ما كان حتى واحد ولكن مات واحد كان طرا تما هنا في الفران تحت هو هنا تحت في الفران السيد مات هنا في الفران كان طراح توفى البارح كي داير هذا السيد معك هذا اللي مات؟ خويا راجل مزيان راجل بعقل كبير توا يكون في السن ديالي راجل كبير ماشي راجل راجل كبير ما كيطيب الخبز وكيبات هنا في الفران فهذا اللي جبدوه حتى الصباح عاد جبدوه رجال المطافي جبدوه عدوه جبدوه ميت ومات مرا وراجل في الكوري اللي مات فيه الدار ديال الزنقه الاخرى ماتت مرا وراجل انت نجيتي من هذه الفاجعه وشفتي كل شيء بعينيك؟ لا شفت كل شيء بعيني المهم بقيت جالس دات واحد 10 دقائق او تفرقع اخرى طاحت الجهه ديال الدار اللي من لهي هي اللي طاحت على الكوري صافي انا تما ما بقى لي الضغط ما تيتعرف ما ندير ما نات ما عنديش الدروج منين نهود ما غاديش نقدر نقز من فوق من الدار ونطيح هنايا بقيت جالس في الدار شاهدت وجلست الناس هادو هنا تيقولوا لي عندك 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 قلت لهم لا انا غنبقى جالس هنايا حتى شويه يدير الله ما دار لا مكتب لي الله نموت راني غنموت هي هذيك عاد عيطوا لرجال المطافي عاد جاو ساعتين عاد باش جاو عاد باش داروا لي السلوم وخرجوني من الشرجم ونزلت عند الناس عند الناس كيقول لي على سلامتك على سلامتك على سلامتك يعني كتب لك ربي عمر جديد هذا اللي كتبوا لي الله سبحانه وتعالى الدروج كانت مهدده بالانهيار مهدده طلعنا العمالة مشينا للجامعه طلعنا المقاطعه مولين الدار جاو عندنا انا ديال الورثه جاو عندنا انا جابوا واحد سميت هذاك اللي خبير جابوه هنايا راه تقريبا عام هذه بجا طلع عندنا الدار هو ومولين الدار جوا صوروا الدار كلها ومشاو بحالهم من دابا هذيك الساعه لدابا ما بقاوش جاو ما قالوا لينا لا هذه ولا هذه ما بقاوش جاو عندنا كاع وجا عندكم رئيس الجماعه هنا ما عرفتش جات واحد اللجنه ما عرفتش انا نقول لك شكون اللي جات اللجنه جات عندنا هنايا شافوا الدار قال لك لا حق قال ارتاح البروميير اصلاح والفوق خاصو يتهدم هيا ستقدم هدوم الدار كلها لا البروميير ولا السطح واش شافت؟ الو؟